السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبخير والحياه الحلوه دي دايما. النهارده باذن الله تالت درس في الفيزيكس 2 دي. تمام، هنشرح باذن الله النهارده جوينت مهمه جدا وهي الفيكسد جوينت. وقبل ما اخش على الدرس، الفيكسد جوينت دي همثلها لك بحاجه. الفيكسد جوينت دي عامله زي المسمار، تمام، بحيث ان انت بتدق الجسم في جسم تاني وتعلقه. تمام. ومن غير ما نتكلم ياما هنخش على اليونيتي ونقول بسم الله. تمام، ربط طبعا كالعادة انا محضر سبرايتس او ملف عشان نشتغل بيه. تمام، هذا الملف اهو فيه سكريبت المرة دي. دي حاجة جديدة هنستخدموها وهعرفك تستخدمها ازاي لو تمام. الملف ده طبعا هرفعه واحط اللينك تحت في الوصف، ولينك الديسكورد برضو تحت في الوصف لو عايز تخش السيرفر بتاع الديسكورد. تمام، وطبعا انا جبت الحاجات هنا وظبطتها بالسبرايت اديتور بحيث ان انا ما اطولش في الفيديو. تمام، تمام. وطبعا بعد ما خلصت وحطيت الاسبرايتس عادي، ما ضفتش اي حاجه طبعا، مجرد ان انا رصصت الاسبرايتس وظبطت فيها، وده اي حد يقدر يعملها. تمام، هنيجي بقى نضيف الكومبوننت اللي احنا عايزينها. طبعا احنا عايزين دلوقتي بوكس كولايدر للارض، ده الطبيعي، دي ارض ودي ارض، الثلاثه دول ارض. تمام، هتعلم عليهم كلهم ازاي. بتخليك ضغط كنترول وتقعد تضغط عليهم وتضغط على تحديتهم واحده واحده، وتضغط اد كومبوننت ونضيف لهم بوكس كولايدر 2 دي. تمام، دول الارض. ليه مش هضيف لهم ريجيد بادي؟ طبعا لاننا الارض ما ينفعش لهم يبقى لهم جاذبيه، لان لو ضفنا لهم جاذبيه هيقعوا تحت. تمام، وتاني حاجه الشخصيه هنضيف لها ريجيد بادي. طبعا الشخصيه دايما بنضيف لها ريجيد بادي. تمام، ونيجي نضيف لها بوكس كولايدر. طبعا تختار اي كولايدر انت عايزه، بس يفضل بوكس كولايدر. ونيجي هنا نظبطه شويه عليها بحيث ان هي تبقى ني مثلا. انا الشخصيه شكلها عبيط شويه، بس يلا نعمل كده مثلا. تمام، عادي متظبط ما تظبطش عادي، انت حر. تمام، وطبعا الصندوق ده هنضيفه، الصندوق اللي فوق هنضيفه له ريجيد بادي لانه صندوق احنا عايزينه يقع طبعا، ونضيفه له بوكس كولايدر. تمام، هتعمل الخطوات دي ورايا ومفيش اي مشاكل حتى الان. تمام، هنيجي بقى على خطوه السكريبت اللي هي الحاجه الجديده بقى اللي هنعملوها الجين. تمام، طبعا الحاجات دي انت هتتعلمها بعدين، السكريبتات دي هتتعلمها بعدين، بس نخلصه كورس السي شارب الاول. هتاخد السكريبت ويتش ده تحطها على الشخصيه من هنا او تحطها على الشخصيه من هنا، براحتك خالص. تمام، دلوقتي انا حطيت السكريبت على الشخصيه، هتضغط على الشخصيه وتنزل هتلاقي السكريبت انضافت هنا، هتلاقي حاجه اسمها موف سبيد، هتخليها 5 وتخلي دي 7 في الحدود دي. تمام، عادي ممكن تعملها 5 6، بس دي السرعة بتاعته يعني. ولو جيت شغلت اللعبة عادي هتلاقي الشخصية بتروح يمين وشمال ويمين وشمال وبتعمل جامب معاك، مفيش أي مشاكل واللعبة شغالة 100 100 ومفيش حاجة. تمام، هنيجي بقى النهاردة بإذن الله هنشرح الفيكسد جوينت. طبعا الفيكسد جوينت دي مهمة جدا ولازم تركز فيها كويس. تمام، هنيجي هنركب الفيكسد جوينت هنا على الجراوند الطويلة دي، لأنها مش حبان غير عليها، مش حبان غير على الجراوند الطويله دي. تمام، هنيجي نعمل اد كومبوننت. تمام، وتكتب فيكس جوينت. خد بالك من حاجه، يعني دلوقتي انا مش ضايف ريجيد بودي. تمام، لو انا ضفت فيكس جوينت ايه اللي هيحصل؟ هينضاف لريجيد بودي تلقائي. يعني يكبر، لازم عشان تضيف للحاجه جوينت لازم يبقى فيها ريجيد بودي، ولو ما ضفتش ريجيد بودي هو هيضيفها لك تلقائيا. تمام، هنيجي نشرح حاجه على السريع بالشخصية، حاجة احنا كنا قلنا عليها في الريجيد بادي وهنشرحها بعدين. تمام، هتيجي هنا على الكونسترينتس وتضغط عليها، حتى في حاجة اسمها هنا فريز بوزيشن اكس وفريز بوزيشن واي، دي هتفهمها بقى الحلقة دي ان شاء الله. هتضغط على الاكس وتفتح اللعبة، تجرب تفتح اللعبة. تمام، وتجرب تحرك الشخصية يمين وشمال. لو انت خدت بالك هتلاقي الشخصية بتتغير بس ما بتتحركش، يبقى كده انت عملت لها تجميد على محور اكس. تمام، هتيجي برضو على الواي، تشيل هنا وتعمل الواي. تمام، كده انت عملت لها تجميد على محور واي. فلو قعدت تضغط مسطره للصبح عشان يعمل جامب مش هيقع، ولو رحت كده مش هينزل يقع تحت. ما وقعش تحت ليه؟ لان محور واي متجمد، ولا هيطلع فوق ولا ينزل تحت. تمام، ونرجع. تمام،
عندنا فريز روتيشن زد، بمعنى ما تعمل خلوش يعمل روتيشن حوالين محور الزد. محور الزد اللي احنا عارفينه اللي هو المحور الازرق ده، وطبعا احنا لو مش عايزين الشخصية تشقلب على وشها وهي ماشية لازم نعمل له تجميل، وفي الأغلب بتعمل له تجميل. تمام، تعمل فريز روتيشن زد دايما، يعني هو مش بلوك لا دايما. تمام كده عادي، ما فيش أي كده، كل حاجة مفهومة إن شاء الله، ما فيش حاجة صعبة والحلقة هتبقى سهلة بإذن الله. هنيجي بقى على الصندوق ده اللي هيبان فيه الفيكس جوينت. بعد ما ضفنا الفيكس جوينت لو أنت خدت بالك هتلاقي، بص همسحها تاني وأضيفها تاني بحيث، لا واخد بالك من البويفيت، البويفيت عاديه، هي دايره عاديه ما فيهاش اي حاجه. لو انت خدت بالك لو انا ضفت فيكس جوينت بينضاف جواها نقطه، النقطه دي انا عايزك تعتبرها زي المسمار. دلوقتي انا دقيت مسمار في الخشبه دي. دلوقتي انا لو شغلت اللعبه بحسب قانون الجاذبيه المفترض تقع، هي هنا لا جرافيتي عادي اهي، وديناميك مش كينيماتيك، ديناميك يعني بتقع. لو جيت شغلت مش هتقع، ليه؟ لانها دلوقتي تعتبر مدقوقه في الحيطه، مدقوقه في الهواء، مش هتفرق مدقوقه في، المهم ان هي مدقوقه مكانها. تمام. وطبعا هنا ميزه حلوه في الفيكس جوينت، لما بتضيف فيكس جوينت بيجي لك اوتو كونفيجر كونكتد انكر معموله تلقائي، بمعنى لما تضيف دايما فيكس جوينت الحاجه بتندج من نصها تلقائي. تمام، هنيجي بقى على الكونكتد ريجيد بودي. تمام، الكونكتد ريجيد بودي اللي هو نفس الحوار ديت ودي ودي، اللي هي الحاجات دي كلها هتبقى هي اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت. اللي هيختلف الثلاث حاجات دول اللي هو الدامبنج والفريكوينسي والبريك تورك. تمام، هنيجي على الفيكسد جوينت 2 دي ونعمل انيبل كوليجن. طبعا مش هتعرف تشوفها دلوقتي غير اما نوصل الجسم اللي هو هنوصل مثلا الصندوق. هنيجي نجيب الصندوق ده كده هنا. تمام، عايزك تعمل زي بالظبط لو انت شغال ورايا، وتيجي على الجراوند اللي هي فيها الفيكس جوينت، ونشد الصندوق نحطه على الريجيد بودي 2 دي. تمام، دلوقتي لو انت خدت بالك في العادي المفترض ان النقطه دي تروح في نص البتاع لانه توصل بيها، طبعا مش هتروح لان دي متفعل، هتروح شايلها وتيجي هنا على الكونكتد انكور دي وتضغط صفر، هتروح هي رايحه في النص. دلوقتي احنا يعتبر مسمرنا الخشبه دي في الصندوق ده، بمعنى برضه دلوقتي لو انا جيت شغلت اللعبه الاثنين هيقعوا ليه؟ لان احنا لازم نعمله البوكس، نسينا نعمله البوكس كينيماتيك. تمام، طبعا اي حاجه هتمسمر فيها او تعلق فيها لازم تعملها كينيماتيك، فالصندوق لازم يتعمل كينيماتيك قبل ما نعمله اللي احنا هنعمله دلوقتي. تمام، لو جينا شغلنا اللعبه دلوقتي هتلاقيه تلقائي راح اتمسمر في الصندوق ده. بص راح راق، واخد بالك، راح اتمسمر فيه. تمام، اللي هو اتمسمر فيه بمعنى اتمسمر فيه. ونوقف كده. تمام، يبقى الكونكتد ريجيد بودي مفهوم عاديه جدا ما فيهاش اي حوار، اللي هو بتحط جسم فهو يروح رايح متمسمر فيه مش بيتعلق فيه. واخد بالك دي الديستانس جوينت بتفرق عن الفيكسد جوينت ياما. الديستانس جوينت كانت عباره عن حبل وانت بتعلق فيه الحاجه، لا دي بتمسمر الحاجه فيه، بتمسمر حاجتين في بعض. تمام، وطبعا هنيجي على الانيبل كوليجن، عشان الانيبل كوليجن زي ما احنا شرحناها المره اللي فاتت معناها تمكن التصادم ما بين الحاجه اللي انت مسمرها والحاجه اللي انت مسمر فيها. بمعنى برضه لو انا جيت هنا على الانكور ديت وجيت حاولت احركها من هنا مثلا، اللي هي دي كده، جيت احركها كده مثلا، اقول هنا، بص هي يعني مش هتوضح، مش هعرف اخليهم يلمسوا بعض كده بالطريقه دي، ده هنا وده هنا، فهيلمسوا بعض ازاي؟ فلازم اخلي دي ده ايه فوقها صح، ولازم اجيب دي كده مثلا، ناخده دي نشدوها كده. لو انت جربت كل الطرق مش هتلاقي في طريقه تخليهم يلمسوا بعض غير بالطريقه اللي انا هعملها دلوقتي، ونحاول نحركه دي كده اهو. تمام، بحيث ان احنا نمسمره الشكل من طرفه. تمام، ونيجي هنا على، احنا كده مسمرنا الشكل من طرفه، لو جينا فتحنا طبعا الشكل هيخليه ثابت لانه متمسمر من الطرف. تمام، فهيخليه ثابت. هتقول لي طب انا عايزه يلمس ده بقى، احنا عايزين نشوف الانيبل كوليجن عشان نعرفه نشوفوها، هنشرحها حاجه اسمها الفريكونسي. الفريكونسي بمعنى عدد الاهتزازات في الثانيه. تمام، معناها الخشبه دي هتتهز او هتنزل وتطلع كم مره في الثانيه. دلوقتي لو انا عملتها مثلا مرتين فهتنزل وتطلع مرتين في الثانية، لو انا ضغطت كده هتلاقيها بتنزل وتطلع مرتين في الثانية. طب دلوقتي برضه ما شفناش الانيبل كوليجن،
عشان تشوف الانيبل كوليجن هنشرح هنكمل برضو شرح في الفريكوينسي الاول. تمام، دلوقتي الفريكوينسي فيها ميزتين. الميزه الاولى عدد الاهتزازات، كل ما بيزيد كل ما الجسم بيثبت اكتر. بمعنى لو انا جيت كتبت ده 100 كده انا زودت الفريكوينسي، فكده الجسم مش هيتهز خالص، هيثبت مكانه. طب لو خليته 1 الجسم هيتهز، مش هيتهز اكتر، لا هياخد مساحه، هياخد سعه الاهتزاز هتكبر اكبر. يعني ايه السعه؟ السعه اللي هي ده، تمام، السعه اللي هي هتظهر دلوقتي، ده السعه اللي هي المنطقه دي، شايف انت المنطقه دي هي دي السعه، سعه الاهتزازه. تمام، بمعنى كل ما التردد بيزيد كل ما سعه الاهتزازه بتقل. تمام، فطبعا انت لو خليت التردد 100 فسعه الاهتزازه هتبقى صغيره جدا جدا جدا، فمش هيتهز من مكانه. تمام، فطبعا هنيجي هنا نكمل نضغط هنا، هتلاقي ما بيحصلش كوليجن ما بين هتلاقيه بيخترقه. تمام، دلوقتي احنا عايزين نعمله كوليجن، هنعمل انيبل كوليجن عادي جدا ونشغل، فهيعمل كوليجن. حتى الان كل حاجه بسيطه وسهله ومفيش اي تعقيد، والفيكس دي حلوه ان شاء الله هتفيدك جدا. تمام، مفيش اي حاجه. الانكور اللي هي الانكور دي اهي عادي جدا. وطبعا ليه الاثنين بيتحركوا مع بعض؟ لاننا عاملين اوتو كونفيجر كونكتد انكور، بمعنى هتخلي الطرف الصناره لازق دايما في خطاف الصنار. تمام، عايز تشيلها ولو جيت حركت هتلاقي طرف الصناره او طرف المسمار بيتحرك لوحده. تمام، بس دايما في الاغلب هنا في الفيكس جونت دايما تخليها كده دايما، فهمت؟ دايما تخليها كده، انا بقول لك الحاجه عن تجربه يعني. ونيجي بقى على الحاجه اللي بعدها، دامبنج ريشيو. يعني ايه دامبنج؟ دامبنج معناها خمود. يعني ايه برضه؟ معناها عكس الارتداد. دلوقتي في حاجه اسمها ارتداد وفي حاجه اسمها خمود، عكس الارتداد خمود. بمعنى لو انا جيت خليت الدامبنج صفر وجيت شغلت كده هتلاقي طبعا يعني هتخبط هنا في الصندوق، فاحنا نبعد الصندوق شويه عشان بس ايه ما يتعبناش ثانيه. على فكره لو انت عملت تغييرات هنا، يعني مثلا لو دلوقتي فتحت اللعبه وعملت تغييرات خليت دي 10 ودي 100 ودي اي كلام كده، فاهم ازاي؟ وجيت وقفت اللعبه هتلاقي كل حاجه اترسترت تاني. تمام، عشان تعرف الحاجه دي ما تعدلش اي حاجه وانت مشغل اللعبه الا اذا كنت عايز تجرب. تمام، نبعد الصندوق شويه ونشغلهم. تمام، هتلاقي في حاجه اسمها دمب، في حاجه اسمها ارتداد. الارتداد اللي هو اما هو بينزل اللي هي الطلعه، شفت انت الطلعه النازله دي عاديه، النازله دي عادي حاجه عاديه، لا الطلعه دي اللي هي الارتداد اللي هو بيطلع، اللي هم انت دلوقتي خبطت كوره بلاستيك في الارض فبترتد فوق. تمام، فالارتداد حاجه معروفه يعني اللي هي الطلعه. تمام، اهو نزل راح طالع، دي الارتداد. تمام، دلوقتي هتلاقي الارتداد بيرتد حوالي 1 أو 3 مرات، هو حوالي 1 أو 3 مرات. لو جينا عليها بقى وخلينا الدامبنج دي ريشيو، اي حاجه مكتوب جنبها ريشيو اعرف ان هي من 0 لـ1. تمام، وخليناها نص وجينا نشغل هتلاقي الارتداد قل، خدت بالك؟ تمام، قل. ده معناه ان انا لو خليتها 1 مش هيبقى فيه ارتداد اصلا. مش هيبقى فيه، هيبقى فيه ارتداد ليه؟ مش هيبقى فيه ارتداد، بص ها بس. تمام، مفيش ارتداد. فاعتقد كده سهله جدا، والدامبنج ريشيو حاجه سهله جدا اللي هي عكس الارتداد اللي هي لو انت مش عايز الحاجه ترتد، فاهم ازاي؟ ونيجي على البريك فورس. طبعا البريك فورس احنا فاكرينها من الدرس اللي فات، الا وهي قوه الكسر. تمام، هنا يعني المسمار ده ينخلع امتى؟ لما القوه المؤثره على الجسم تبقى اكبر من البريك فورس. وطبعا هي هنا انفينيتي، فانفينيتي معناه ان هو مستحيل ينخلع او ينكسر. تمام، فهنيجي نعمل مثلا، احنا دلوقتي عايزين نعرف البريك فورس. البريك فورس القوه المؤثره على الجسم من تحت. وقلنا ايه القوه المؤثره على الجسم طبيعيا؟ يعني القوه المؤثره على الجسم طبيعيا هي قوه شد او قوه وزنه. قوه وزنه اللي هي 1 في 9.8. تمام، بمعنى لو عملت دي 10 هيبقى قوه تثبيت المسمار للجسم 10، وقوه شد الارض للجسم 9.8. فايه اللي هيحصل؟ مش هيقع، بس الصندوق طبعا هينزل عليه ويوقعه، فنعمله الصندوق كينيماتيك بحيث انه يخليه يقف مكانه. تمام، ونيجي نكمل هنا. دلوقتي لما شغلنا الجسم ما وقعش، ليه؟ لان قوه تثبيت المسمار ليه 10 وقوه سحب الارض ليه 9.8. طب لو انا جيت خليتها 9.7،
طبعا هيقع الطبيعي ان هو هيقع. تمام، هنيجي بقى نشوف ايه تاني ممكن نعملوه هنا. طبعا البريك فورس مش لازم يكون قوة وزن الجسم بس، لا ممكن تكون اي قوة تانية مؤثرة عليه. تمام، فهنيجي مثلا على الصندوق ده وننزله ونحطه هنا، نوقفه عليه ونشوف كده ونحاول نظبط الاكس، محاور الاكس يعني. هو كده كده هو واقف في نصه بالظبط. ازاي واقف في نصه بالظبط؟ تقدر تيجي على ده وتنسخ الاحدث الاكس بتاعه وتروح تحطه في ده، فكده هيقف في نصه بالظبط. تمام، دلوقتي احنا عندنا كتلة الصندوق واحد. تمام، كتلة الصندوق واحد. طبعا هو لازم تخليه دايناميك تاني عشان يبقى ليه كتلة. تمام، قلنا كينيماتيك كده مش هيتأثر فيه ولا هيتعمل بيه أي حاجة في العوامل الفيزيائية، كده مش هيتأثر بيه بالعوامل الفيزيائية، فلازم تخليه دايناميك. تمام، يبقى كتلة الصندوق واحد. تمام، وكتلة ده واحد، يبقى ده وزن ده 9.8 ووزن ده 9.8 اللي هو مجموعهم 19.6. ده معناه ان لو جيت هنا عملت على البريك فورس وخليتها مثلا 20 بحيث انها تبقى قريبه من 19.6 مش هيقع. تمام، مش الجسم مش هيقع. طب لو جيت خليتها خليها مثلا 19.5 يعني اقل من 19.7، فايه اللي هيحصل؟ الطبيعي ان هو هيقع. تمام، هي دي البريك فورس بكل سهوله. تمام، هتقول لي طب افرض مثلا عملت جنب بالشخصيه دي هنا، ساعتها دي حته صعبه خالص يعني، اللي هو هيبقى سقوط حر لما الجسم يقع عليه من فوق، هيبقى بيأثر عليه بقوه كبيره. تمام، والقوه دي بتزداد مع علو المسافه. يعني ازاي؟ دلوقتي لو انت نطيت من الدور الرابع طبعا مش هتحس زي ما انت نطيت من الدور الاول، يعني انت الوقت نطيت من الدور الاول فرجلك مثلا عادي رجلك وجعتك، انما لو نطيت من الدور الرابع مش هتلاقي رجلك. تمام، فكل ما المسافه بتعلى كل ما القوه اللي هيأثر عليها اجمد، وكده هنخش في السقوط الحر، وانا مش عايز اشرح السقوط الحر عشان هنطوله وده مش درس فيزياء الصراحه. فتقدر تعمل اي ارقام عشوائيه لحد ما تظبط معاك، بس انا بعرفك يعني الفكره بتاعت البريك فورس برضه. تمام، دلوقتي احنا عندنا طبعا نشيل الصندوق، نحط الصندوق كده مثلا، نخليه نجيبه هنا مثلا في اي حته بحيث ما يترخمش على الجراوند. نيجي هنا على الجراوند، نخليها انفينيتي تاني، نخلي البريك فورس ان. تمام، دلوقتي بعد ما عرفنا البريك فورس هنيجي على حاجه اسمها البريك تورك. البريك تورك اللي هي بمعنى عزم الدوران. معنى ايه؟ دلوقتي انت عندك الباب، عندك الباب بتاع اوضتك او الباب بتاع الشقه. تمام، دلوقتي الباب بتاع الشقه ده معمول في مفصل، متعلق في مفصل الباب اللي هو بيخليه يدور، هو بيدور حوالين المفصل. تمام، بمعنى برضه دلوقتي لو انت جيت مسكت الباب من طرفه وزجيته هتلاقيه بينزج بسهوله، انما لو جيت عند المفصل وحاولت تزج الباب من عند المفصل هتلاقيه بينزج بصعوبه جدا. تمام، فهو ده عزم الدوران. تمام، فعشان تعمل عزم الدوران ما ينفعش دي تبقى في النص، لازم تبقى على احد الطروف او في المهم ما تبقاش في النص. تمام، فهنجيب دي كده نحركها من هنا من الانكر عادي جدا، نحركها كده مثلا، نحرك الشكل نفسه بحيث الجراوند، نحرك الشكل نفسه بحيث نشوفهم. تمام كده مثلا، طبعا البريك تورك مش هتتطبق طالما النقطة في النص، لازم يبقى النقطة يا إما هنا يا إما هنا. تمام، هنجيبه كده نحركه شوية، نخليه على الطرف بالظبط، نحطه مثلا الفريكونسي بواحد بحيث إن الجسم ينزل ويطلع عشان تبقى واقعية شوية، ونشغل. تمام، طبعا هي انفينيتي فمستحيل الجسم يقع. دلوقتي عايزين نشوف ازاي هنحسب البريك تورك. دلوقتي البريك تورك اللي هي عزم الدوران، عزم الدوران بيساوي ايه؟ عزم الدوران بيساوي المسافة ما بين نقطة التعليق ومنتصف الشكل في الوزن بتاع الجسم. بمعنى دلوقتي المسافة بين نقطة التعليق ومنتصف الشكل اللي هي المسافة ما بين النقطة الزرقاء دي البويفيت ومنتصف الشكل اللي هو النقطة الزرقاء دي. تمام، هنجيبه المسافة دي ازاي؟ هتعمل هنا كرييت امتي جيم اوبجكت. تمام، وكمان جيم اوبجكت، هتعمل اتنين جيم اوبجكت. تمام،
الحوار رخم بصراحة، بس لازم تفهمه عادي عادي. انت ممكن تستخدم ارقام عشوائية في البريك فورس والبريك تورك عادي جدا وبراحتك مفيش مشاكل، بس يعني انا بعرفك ايه الارقام دي او هي على اساس ايه. تمام، هنجيب الجيم اوبجكت ده هنا، هنيجي هنا على الايقونة دي هتضغط عليها بحيث ان احنا ندي الجيم اوبجكت شكل عشان نشوفه. الجيم اوبجكت او اللي هو عبارة عن الدايرة دي كده، تمام هنا كده. ونجيب الجيم الاوبجكت التاني برضه ونحط له حاجة زي كده كده، تمام. ده طبعا عشان تديله ايقونه بس، ده مش شكل، ده دي ايقونه وخلاص عشان تشوف. ونيجي نديه نحطه كده بحيث يبقى تمام. عايز الوقت تحسب طول الحاجه، هتحسب المسافه ما بين ده وده. هتحسب المسافه ازاي؟ ممكن نجيب دي مثلا اللي هو ده ونخلوه بصفر، تمام. ونروح جايبين الجسم ده بدل ما نقعد نغلبه نفسنا ونحطه كده، تمام. ونجيب الجسم ده كده نحطه هنا، تمام. الوقت بقى ده بقى بصفر، فهنا هيبقى من صفر لي سالب 3.2 يبقى طول الجسم كلية كله سالب 3.2. اتمنى تكون عرفت ازاي تحسب طوله، وفي طرق اسهل من كده بس خلينا في الموجود دلوقتي، تمام. يبقى هنيجي سالب 3.2 هنقسمها على 2. هتقول لي على 2 ليه؟ هقول لك عشان نحسب المسافة ما بين المنتصف والنقطة اللي بره، فاللي هو نص الشكل. يبقى سالب 3.2 على 2 بسالب 1.6، تمام. دلوقتي هنيجي نضرب الواحد وستة من عشرة في 9.8، طلع لنا ب15.68. يبقى دلوقتي عزم الدوران 15.68، فهنيجي على الجراوند هنا اهوت ونجرب نحط رقم زي 16 ونشغل. طبعا طبعا الجسم هيقع عليه لان الصندوق الرخم ده، عايزين نحرك الصندوق ده شويه كده بس، تمام. ونيجي مثلا نخليه بدل ما هو 16 مثلا نخليه، يعني الارقام ما بتبقاش دقيقه بالظبط، يعني ما حسبناش المسافات بالظبط، فاهم ازاي؟ يعني مثلا النقطه بتاعت المساحه الجيم اوبجكت دول كده مش عايزينه تاني، يعني دلوقتي النقطه اللي هي دي احنا ما حسبناش هي مش على الطرف بالظبط، انت فاهم ازاي؟ يعني ممكن نشدوها كده، ممكن نغيره مكانها كده شوية بحيث ان هي تمام، ممكن حاجة زي كده، تمام. ونيجي نجرب تاني نخليه مثلا 17، رقم يكون قريب من 15.3، هي كانت هتطلع بالظبط. طب نشيله الفريكونسي، انما هي محتاجة تتأثر، نشيل الفريكونسي نفسها نشيلوها لان اكيد هي اللي بتاثر، تمام. زي ما انت شفت الفريكونسي اللي كانت بتاثر، لان لما الجسم بيقع لتحت بيبقى بيميل على زاويه على النقطه دي. بص، حوار حوار فيزياء ورخم ورخم جدا، ممكن تروح تذاكر درس من على اليوتيوب اللي هو عزم الدوران، تمام، وهتفهم. هو سهل عادي يعني، بس عشان ما لخبطكش، تمام. فدلوقتي احنا حسبنا ان القوه اللي هتاثر على الجسم اللي هي قلنا المسافة ديت أو المسافة العمودية في الوزن بتاع الجسم، تمام. وطلعت معانا ب15 و3 من عشرة زي ما احنا حسبنا. وهنيجي دلوقتي البريك تورك نخليه مثلا ب14، أقل من ال15 و3 من عشرة، فالجسم هيضعف. طبعا بص، هو انت مش شرط عليك حتى، يعني انت لو ما فهمتش البريك فورس والبريك تورك فيزيائيا زي ما انا شرحت دلوقتي عادي ما تفرقش، لان انت كده كده مش انفينيتي. ممكن تقعد تجرب ارقام لحد ما تظبط معاك، فاهم ازاي؟ بس انا لازم افهمك دول بينجبوا على اساس ايه او هم ايه. البريك فورس اللي هي القوه اللي بتاثر على منتصف الشكل، تمام. وامتى بتاثر على منتصف الشكل؟ لو البويفت ده في منتصف الشكل، يعني لو خلينا دي صفر كده كده هي في منتصف الشكل، تمام. يبقى ساعتها هتطبق البريك فورس. البريك تورك اللي هي عزم الدوران، وامتى بتطبق؟ لما النقطه دي ما بتجباش في منتصف الشكل، اللي هي نقطه التاثير مش في نقطه التعليق، مش في منتصف الشكل. يعني لو هنا مثلا زي ما احنا حسبنا هنا كده، تمام، حطيناها هنا. دلوقتي عشان تحسب عزم الدوران بتعمل ايه؟ عزم الدوران بيساوي الطول العمودي ما بين ده وده. الطول العمودي ما بين ايه؟ الطول العمودي ما بين نقطة التعليق ومنتصف الشكل. يعني لو الشكل ده مثلا لافف كده، تمام، فساعتها الطول العمودي هيبقى اللي هو ده،
اللي هو ثانية نشيله ده كده، ساعتها الطول العمودي هيبقى اللي هو الحتة دي كده كده، وده الطول العمودي تمام. فيعني بس كده هو الحوار داخل في الفيزياء شوية، بس لو انت ما فهمتهوش عادي عادي جدا. هيبقى في طرق تانية ان انت تستخدم بوم البريك فورس والبريك تورك غير كده، بس انا بحاول افهمك المصدر بتاعهم او هم ايه تمام. فاتمنى تكون فهمت الدرس، هو رخم انا عارف، بس ده من اهم الدروس. والجوينت كلها هيبقى فيها بريك فورس وبريك تورك يعني، فلازم تحاول تفهمهم. واتمنى يكون الدرس بسيط وسهل، واشوفكم بخير على الدرس الجاي، والسلام عليكم.